في برنامجكم اكسبريسو حتى للتسعة ونص. ضيفنا استاذ علم الاجتماع سفيان بن شعب الله، نجدد لك تحية مرحبا. حكينا على تدهور تراجع القدرة الشرائية للتونسي، كيفاش قاعد يعيش فيها، شكون هم التوانسة اليوم بلوريال كما قلت انت وصلت لنا مختلف طبقات كيفاش يحاولوا يعيشوا او كوتيديان. حكيت لنا حتى على طبقة قاعد تخدم عليها برشا ممكن مش معروفة بالكل، تحكيت على البريكاريا انت معناتها الهشاشة هذيا نجم نقولوا ولا طبقة الهشة، طبقة اليوم ناس توصل تاكل من الفضلات معناتها من الفاضل نتاع مصانع او من الفاضل نتاع مرشي نتاع باش يلبس منه ولا باش ياكل منه ولا من المرشي ولا الى اخره. خلينا نحكيو توا على الشيره الاخرى اللي قدامه قاعد يبيع. انت خدمت على ناس باني على السوق، على خدمت على الكسكوت العياري نصب هذيك، خدمت على البربشه توا انكور الى اخره. دونك هو يظهر برشا يسموه اقتصاد غير منظم او غير نظامي، غير نظامي وغير منظم بالكده معناتها فما اي احكي لك. هو اقتصاد منظم لكنه غير نظامي، معناه مش معترفه به الدوله، ما عندوش باتيندا، ماهوش مقنن، لكنه منظم، عنده معناه فورم دورغانيزاسيون، عنده شكل تنظيمي معنا في توزيع الادوار، في معنا توزيع البلايس في السوق، كيفاش يخدموا، شنو السلعه اللي يبيعها، وقتاش يبيع، السيزون كيفاش تختلف، منين يجيب السلعه، هذا كله منظم. علاقته مع المواطن منظمه، علاقته مع الدوله منظمه، وحتى الدوله علاقتهم بهم منظمه. ريال مو هل هو غير نظامي؟ زاد فيها شك الحكايه، بما انه الدوله ريال مو خاطرها دوله ما تنجمش تعترف بحاجه غير مقننه والا تفقد كابيتال سامبوليك معناها راس مالها الرمزي. وريال مو باش تنجم تخلي المواطن يعيش وتخلي السلم الاجتماعي وتخلي فما شغل اللي هي ما توفرش فيه، دونك لازم تخليه يمشي. دونك هو وكانه اقتصاد غير نظامي لكن معترف به بطريقه غير معترف به نظاميا لكن بطريقه غير معنى انفورميل فورماليزي باغ لانفورميل باغ لو فورميل سامحني اي انفورماليزي فورماليزي انفورميل فورماليزي باغ لو فورميل انفورميلمون وانه معترف به هو غير منظم غير نظامي، معترف به من قبل النظام اللي هو الدوله لكن بطريقه غير معلنه معنا غير رسميه اوفيسيوز. هذا موجود عنده 20 سنه موجود ودولة تحارب فيه تقول لك. انت حكيت على نهج اسباني، عملت دراسه كامله بالحق حكينا عليها حتى قبل شويه، ولكن فمش كان معناتها نهج اسبانيا، فم بلايص اخرى، انت سين سامبوليك معناتها خدمت على ذاك، ولكن فم برشا بلايص تشبه، وفما اليوم الباعه المتجولين ساعة ساعة فما دراسة كنا نحكيو عليها قبيليكا في الاوف، انت حكيت على بيع متجول وما عاد عنده حتى علاقة بالتجول لانه ولا فيكس معناتها، اليوم نشوفوا فيهم برشا معناتها يبدا ناصب في كاميونة نتاعه ولكن هو نفس الشخص نفس الكاميونة كل نهار فرد بلاصة تبيع في الغلة، شخص معناتها يجي ينصب باش يبيع كاسكروتات ونصبة هي كلي بالبرويتة تدز ولكن اون فان كونت فرد بلاصة كل نهار يعني ولا فوت لونفير دو ديكور تاع الناس هذوما كل احنا ديما فما حاجات ما نشوفوهمش معناتها كيما نسمعوا باش نمشي لك لحاجة أخرى لا علاقة تسول نسمع لي فما نظام وراهم وعصابات وعباد تجاري وعرك على البلايص وانت موقع مش كيكة تجي تقول انا باش نتسول في الفروج هذايا، هذاك الفروج عنده فونت كوميرس تاعو بيض فرين وعباد تقف فيه وعباد تحمي فيه، احنا ما نشوفهاش ساعة ساعة تبدا متأدي هكا يزعب الكهرباء تفهم تشوف عبد كبير يحكي معنا فوق قاعد بعيد وكل اوف عملت دخلت حاجة في حاجة انا تو حبيت نقول لك فوالا معناتها اليوم لونفير دو ديكور كيفاه نتاع هذا حق الالغام. علاش خاطر من شيرة تو ستيغماتيز ومن شيرة تو ديستيغماتيز. انا نمشي في لي دو سونس، انا نقول فما من بعد نفسر راهو هذا مش للوصم ومش للايلوج. ليسوا ابطال وليسوا ضحايا، هما مواطنين كيفنا كيفهم، عندهم ذكائهم، عندهم عقليتهم، عندهم حياتهم، عندهم ماضيهم يفسر حذرهم. كي تجي تشوف انت مثلا كسكروت عياري على اسمه، معنى اغلب اللي يشتغلوا فيه من ولاد عيار يرجعوا معناها مناطق معينه من تونس ويرجعوا عندهم الانتماء قبلي، لكن هل هو كما في مخيار اللي فونتازما نتاعنا معناها خيم وحصننا وبارود وقبائل زادمة؟ مش هك، معناها هي الدوله التونسيه دمرت الوحده الترابيه والتنظيميه وتاريخيا ضرت القبائل من وصلات العيار الماجل الفراشيش، انتج ذلك انهم جاوا العاصمه في فقدان، معناها مش كان البيادرة، مش كان تعاضد، مش كان بورقيبه، معناها 50,000 ممارسه وعديد السياسات خلت القبائل التي تفقد قدرتها على ان تكون معناها كونفدراليه، تكون مؤسسات اقتصاديه، مؤسسات اجتماعيه، مؤسسات سياسيه،
فالضعف هذا خليها تهبط للعاصمه وتخدم في مهن هشه، مثلا قلت لك لهجه اسبانيا على عرش يرجعوا عرش ماجر، الكسكوت العياري يرجعوا عيار، فهمت؟ تلقى زاد مجموعات قبليه صغيره هي اللي تحتكر مثلا كي قلت لي قطاع التسول، اذا مش القبيله راهي الحومه، الحومه اليوم في الحومه الشعبيه عوضت زاد القبيله، اليوم برشا حاجات اشكال تنظيميه عوضت العائله، عوضت الدوله، كيما الالترا، كيما العرش، كيما الشله، كيما الحومه، هذو كلهم دي كاتيجوري قاعدين يعوضوا في حاجه في معناها ولا تخيلي اللي هي ولا ابسترت اللي هي العائله. ممكن يقول علاش ما عادش فما عائله ما عادش فما دوله، الضعف يخلي انه العائله تفقد قدرتها على السلطه على السيطره. الناس هذوما موجودين في كي يجيو عندهم منطقه عصبيه نتاع ابن خلدون، مش بالضروره بالمنطقه القبلي نجم نعملها نهزوها لبلاصه اخرى. العصبيه انا واخي على ابن عمي وانا ابن عمي على الغريب، الدرايه بالنسب، انا ولد حومه ثلاث ايام تالي نسمع في زوز ولادي تعارك ولاد صغار مراهقين قدام قهوه، قال له كش علي، علاش متغش الطفل كش عليه؟ خاطر مش ولد حومه. انا كان كش عليه واحد ولد حومه نورمال، وحومه ما قلناش عرش لا عائله لا حد شيء. معناها ثم الاشكال هذه اليوم تخلي الناس تحمي بعضها، تساند بعضها، وتعوض غياب الدوله، تعوض غياب العائله، تعوض النقص اللي يعيشوا فيه. دونك يمشيوا مع بعضهم جماعات، خاطر هو ما ينجمش يفك بلاصه وحده. الغزو والحوز وتصرف تاريخيا الدول كما امريكا ولا العروش كما القبائل، كما قيمه ارطغرل، كما قيمه الامريكان، كما الكيان الصهيوني، كما الدول الباهي والدول الخايبه، الكل قامت راهي فتح غزو اللي هو كل قامت بالتوسع، انك تشد بلاصه تمشي لها تحوزها تقعد فيها مده طويله تولي نتاعك. كما البرباش اللي الكميه مقسومه كيدخل المصب، كما النصاب اللي يجي فيه هو متنقل ابي يشد بلاصه تولي نتاعو حتى حد ما ينصب قدامه، كما المتسول والبائع المتسول، فما زوز خاطر، فما المتسول في الشارع اللي ترى فيه شد تريتوار، وفما اللي يبيع في حاجه لكنها كانه مونديون كرافاتي، يعني يبيع لك بابي مشوار، يبيع لك شوينغوم، يبيع لك حاجه، يبيع لك ورده، اما ريالمون هو نوع من التسول، خاطر مش قاعد يبيع وقاعد يتسول منك انك تشري منه وتعطيه فلوس. معناها انت ريالمون باش تصير لك شونتاج ايموسيونيل باش تشري الحاجه هذيك مش خاطر الحاجه. ما تاخذهاش ولا تعطي فلوس، يقول لك يا خويا اعطيني، فهمت؟ ولا ما تلوش حد قداش. هذوما شكون هم معناها ريالمون؟ هل هم طبقه وسطى؟ هل هم ناس قاريه في المدارس ونشحت؟ هل هم ناس عاونتهم الدوله لقاو رواحهم؟ هل هم اونتربرونور؟ لا. هل هم لقاو بنك اعطتهم فلوس وعمل قرض وعمل مشروع؟ لا. هذوما اوت. معناها مشي للواقع هذا، انتليجونس سوسيال ايموسيونيل نتاعو مكنته باش ينتج انواع من السوليداريتي، فك بهم برشا انواع ذكاء راهو. اي بيان سور، الناس الكل ذكية، الناس الكل عندها ذكاء، اما للاسف المؤسسات الاجتماعية قوية، دونك هو المؤسسات اللي لقاها هذه البديلة. عاش قول انا ثم كتاب كتبه نون دو فامي اسمه سيندي في فرنسا اسمه جي تخوفي لاسانسور سوسيال اون بان جي بخي ليسكالي. احنا المصعد الاجتماعي سوا ديزون مدرسه باش تطلع بيك، واذا كان دور المدرسه الوطنيه في عهد بورقيبه التمكين الاقتصادي والاجتماعي للعائلات الفقيره والمتوسطه ويعطيها راس مال ثقافي، معناها ثم تمكين ثقافي واقتصادي واجتماعي للعائلات هذه خلتها تطلع طبقيه. هذا الدور فقدته للاسف المدرسه انطلاقا من المرحله الثانيه نتاع بلعري، باش ما نقولش المرحله الاولى. هذا ايش خلى اليوم معناها لاسونسور سوسيال اون بان، المصعد الاجتماعي معطل. ثم الناس لقات المصعد الاجتماعي معطل، لقات دروج، يمكن انا وياك ولا الناس الموجوده هنا لقينا يا بلاصه في الاسونسور لقينا بلاصه في الدروج، فما اللي لهم في الاسونسور لهم في الدروج اللي هما في الانفاق. دونك الانفاق اللي هي الهجره غير نظاميه، الاقتصاد غير نظامي، للاسف ساعات حتى الجريمه المنظمه وغير المنظمه، هذم كلهم انفاق، ساعات في اخرها نور، ساعات ما فيها حتى لا نور لا كهرباء لا مدخل لا مخرج. دونك فوالا سو سون دي تونيل، هي انفاق. انفاق. انفاق، ثم المصعد ثم الانفاق. انا ذيك لقينا بلاصه في المصعد نورمالمون. اون اتوندو، فهمت؟ ثم الناس ما لقاتش، شنو باش تعمل؟ هل هو هوني بطل او ضحيه؟ لا. فما شكون حاب يخزر له بطل، فما شكون حاب يخزر له ضحيه، هو مراوحه بين منزله بين منزلتين. حتى حد مختار يهز صخره اللعنه ويجري في الجبل كان سيزيف، فهمت؟ حتى حد مختار يكون انه غني معناها ولا يتولد اونتربرونور. فما ديترمينيزم سوسيال لازم نحكوا عليه. دور الدوله، دور المجتمع. ديما نحبوا نقولوا زاد كل واحد يختار مصيره. يختار مصيره سلون اللي ما قبلتش اللي هي هذه نحكي لك فيها. علاش انك تقبل انا نقبل والاخر ما يقبلش؟ القدره على التغيير هل هي عادله زاد؟ لا، فما مكتسبات ثقافيه وذهنيه تعاون، وفما دي رونكونتر. اش معناها؟ انا نجم نكون انا وياك زوز زويوله، انت عرضت كلكان اللي عطى فيك امل دز معاك عاونك والاخر ما لقاش،
حتى لي رونكونتر مام جوست راه ساعات حتى الازار والكونتاجونس ميجورابل. صحيح وسي نورمال كان عبد شقه ديما في نفس البيئه عبد ما نفع. صحيح علاش قلت لك الحرقه راهي تونيل، الحرقه راهي نفق خاطر لاسونسور ما فماش حسب ما انا نعرف ماهوش طب محامي اللي يحرقوا معناه. فهمت واللي يخدم برباش واللي يخدم مساب واللي يخدم كسكروت عياري ماهمش من العائلات الكبيره ماهمش ولاد المعلمين ولا ساده مثلا طبق متوسط. زاد تنجم تشوفها بطريقه اخرى طبيب ولا جينير وكل قاعد يخرج مش في باتو ولكن قاعد يخرج قاعد يخرج اليوم خاطر ما عادش مساعد الموجود بيان نلقى فرصه نخرج انا استاذ في الجامعه معناها نخرج كنتش نستناها منك كذا بيان سور بيان سور انا قاعد توا خاطر فما دي كونديسيون معين نهار يتبدلوا تو نخرج نلقى بخير نخرج هذه سنه الحياه ترى مش خاطر ما نحبوش البلاد ولا احنا خير من البلاد ومتكبرين على البلاد ودرا شنو الهجره راهي ثروه تنجم تفيد البلاد تلاقيني تلاقيني هاجر وقت الناس تهجر امريكا قامت على الهجره معناها العالم الكل يقوم على الهجره الطيور تهاجر من غير فيزا الحيوانات الكل تهاجر من غير فيزا كان تونس شوف انا عصفور خير منك بون هذا موضوع اخر موضوع الفيزا ولا العصفور فما ناس نجم تهاجر زاد العصفور يطير وبرشا عباد ماذا بيها تطير امشي صفقة سيجومي مره واحد في الصفقه يحكي لي يقول لي ريتو هذاك الملك الحزين ولا الفلامون يقول لي هو يجي مره في العام يركش بحذايا وبعده يهاجرون لي شوف الميتافور فدير انت في الميدان معناتها تخدم الناس واسمع وتصوفري وتو ثم حاجه اخرى انا ما عادش تحتاج ما عادش تحتاج الناس ما عادش تمشي مظاهرات وهذه يفسر برشا حاجات اخرى هذيك كيف تفسروا كيف تفسروا ايس الياس الذكيه عرفت الياس المنهجي ما عادش نجم نحتاج ما فما ناس فكت حاجه فيزيبل اكيد ما بين شير فما ناس فكت شويه كمثلا عمال حظاير شويه وظائف عفو تشريعي فرز امني فما فئات معينه في اوقات معينه فكت فكت بلايس اللي هي بون بالنسبه ليها ملاذ فما الاغلبيه ما تفكش بيان سور دونك العباد هذيك ما عادش تحتاج ما عادش تهم السياسه ما عادش ترى التغيير ممكن هو حتى في طبيعته كان جا معناتها بما انه ما يعرفش يفك فما عباد تعرفش تعرفش ما تحبش وما تنجمش ما تعرفش حاجه اخرى دونك هو نفسه تلقاه ممكن زاد مش تاع كري باش يمشي يحتاج ومش خاطر كان جاي باش يمشي هذا اللي راه مش مكمل انا والله ما سامت هذيك وهذيا عددها كبيره يفك في قفته هو نرجع الموضوع انه يفك يحاول يفك قفته يعطيك صحة سفيان جرانا استاذ عام الاجتماع ماذا بينا ديما لقاءات تتجدد نتفاهموا معاك ونسمع منك يعطيك صحة شكرا ليك برافو على اللي تعمل فيه كنا بربي وين نجموا نلقاو دراسات كيس رفيقة ويت الموت كلنا احنا كنا دراسات مع المنتدى التونسي حقوق صدرية واجتماعية عملنا دراسة على نهج اسبانيا تو عندنا دراسة على البربشة في مصب بورشكير لوجو عندك البربشة مازال ما هتتش ثم باج المنتدى بيان سور صفحة المنتدى البربشة تو بيانتو نحكيو عليها مال ان شاء الله ان شاء الله اخر العام نجي نحكيو عليها ان شاء الله ماذا بينا نتقابلوا قبل اخر العام يعطيك الصحه شكرا لا لا هودي شكرا لك استاذ عبد الاجتماع سفيان جبل الاخبار راجعين قيس سعيدي باش يكون معنا في فوكس كليون مش في وقت العاده لانه ينتظر فما الصالون باش يفتح باش يكون معنا مباشر من باريس تفهموا بعد شويه فوكس كليون فقرتكم بعد شويه في برنامجكم باش يكون معنا مستشار قانوني للجامعه التونسيه للبلديات